السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم طلاب الأعزاء. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض تمارين الكتاب المدرسي. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس الخامس من الوحدة الأولى، My Family and Me. الكتاب معانا دلوقتي صفحة بيج 76، صفحة 76، 76. أوكي تمام، هنبتدي أول سؤال كده مع بعض. بيقول لك speaking match to make questions، يعني وصل عشان نعمل إيه؟ سؤال. عندي هنا صورة، this is a photo of my cousin، ديت صورة لإيه؟ لابن عمي أو of my cousin. what's his name؟ هنا بقى دوت تركيبة الإيه؟ السؤال. عندي WH question، تمام، اللي هو سؤال بيبتدي بال WH اللي هي what، is verb to be، his name اسمه، ما اسمه، تمام. طيب هنا بيقول لك number one what's his name، number one محلولة تبقى C، what's his name، what's his name. how old، how old is he، how old is he، كم ايه عمره. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ كل الاسئلة على ابن عمه، تمام. how old is he تبقى ديت دي. where does، where does، هنا بيسأل عن ايه؟ كلمة where معناها اين. هنا how old، كم عمر. where معناها ايه؟ اين. where does he live، تمام، تبقى هنا ايه؟ اين ايه يسكن، او اين يعيش، اين ايه يعيش. what's his، what's his favorite food، favorite food اللي هو الايه؟ الطعام المفضل. هنا بيتكلم عن الطعام المفضل بتاعه. what's his favorite food، ايه هو الطعام المفضل بتاعه. What are his hobbies اللي هي الايه؟ هواياته. ايه هي الهوايات بتاعته؟ What's، what are his hobbies. طب هنا are، هنا his، لا هنا hobby are، تمام، عايد على ايه؟ عشان hobby الجمع، عشان ايه؟ hobbies اللي هي الايه؟ الهوايات. يبقى what are his hobbies، تمام. طب الاسئله تاني، What's his name، how old is he، where does he live، what's his favorite food and what are his hobbies، تمام. كده عندي سؤال بعد كده، بيقول لك now complete the dialogue with the questions from exercise 1. هنكمل الديالوج دوت باستخدام الاسئله اللي ايه اللي احنا وصلناها فوق. بيقول لك هنا this is a photo of my cousin، هنا المحادثه بين داليدا وريم، داليدا وريم، يعني داليدا بتقول ايه؟ this is a photo of my cousin. هنا ريم بترد عليها بتقول what's his name، قالت it's فارس، اسمه ايه؟ فارس. he is 14، he is ايه؟ 14، 14 هنا ايه؟ 14 سنة. بيسأل عن عمر، فهنا بيسأل عن عمر ايه؟ السؤال اللي بيسأل عن عمر how old is he، how old is he، كم عمر. قلنا he is 14، he lives in Giza، هو عايش فين؟ في الجيزة. بيسأل عن المكان، يبقى where does he live، where does he live. بيسأل عن ايه المكان. he lives in Giza. he loves fish with rice، he loves fish with rice، هو بيحب السمك مع الرز. هنا بيبقى عن سؤال ايه؟ الطعام المفضل، what's his favorite food. What's his favorite food. he likes basketball، يبقى هنا دي الهواية أو الرياضة المفضلة عنده. what are his hobbies، what are his hobbies. كده احنا خلصنا المحادثة كاملة. يبقى المحادثة between Dalida and Dream، this is a photo of my cousin، what's his name، it's Faris، how old is he، he's 14، where does he live، he lives in Giza، what's his favorite food، he loves fish and rice، what are his hobbies، he likes
باسكت بول. طيب عندي السؤال اللي بعد كده، يقول لك رايتنج ناو، write about your best friend or a person in your family. Use ideas from exercise 3 in your student book. هنا بيقول لك ايه؟ now write about your best friend، اكتب عن صديق مفضل ليك، or a person in your family، او شخص في العائلة. use ideas from exercise 3 in your student book. استخدم الافكار من exercise 3 في student book. تمام. طيب لو شفنا ان هوت unit 1 lesson 5، تمام، هنا what's his or her name، how old is or she، where does he or she live، where is his، what's his or her favorite food، what are his or her hobbies. هنا برضو هنستخدم الكلمات، تمام، الأسئلة اللي موجودة اللي احنا لسه موصلينها من شوية. تمام، هنا بيسأل what's his or her name، اسمه أو اسمها، how old is he or she، كم عمره أو عمرها، where does he or she live، عايشين عايش فين أو عايشة فين، what's his or her favorite food، ايه هو الطعم المفضل عنده أو عندها، what are his or her hobbies، ايه هي الهوايات المفضلة عندها او هواياتها او هوايته. تمام، الاسئلة دي هنجاوب عليها ايه؟ هنا. تمام، بس في شكل ايه؟ باراجراف، مش في شكل محادثة. تمام، هنا مثلا في الاول خالص هالو my، لو اعرف عن نفسي الاول، my name is، تمام، انا اسمي كذا. طبعا كل واحد على حسب ما هو نقطة. hello my name is كذا. تمام، اكتب بقى انا اسمي، بعد كده this is my best friend، واكتب اسمه، تمام، او اسمه، خلاص. تمام، يبقى الاول اسمي، بعد كده بعرف على ايه؟ زميلي او صديقي او مثلا حد من العيلة، ان انا هكتب ايه عنه. دلوقتي انا ابتدي اجاوب الايه؟ اسمه بقى. مثلا لو قلت انا this is my best friend، مش ممكن ايه اعملها كأنها جملة، his name او her، يعني his او her على حسب ما انت هتكتب، ولد او بنت، his او her name is، تمام، اسمه او اسمها. تمام، يبقى ممكن احنا نشيل دي خالص، تمام، وكنا نعمل كأنها ايه؟ جملة جديدة. تمام، تمام، سواء هنا بقى كده دي جملة، he أو she is 14 years old، عمرها أو عمر 14 سنة. هنا بقى نتكلم كأنه ايه؟ ولد، ماشي. طبعا انت فاهم بقى، ممكن نكتب he أو she. he lives ان شرقية، هي لافز تشيكن باستا and fish with rice. he likes
فولي بول اند فوتبول. هي لايكس فولي بول اند فوتبول. ممكن بقى ايه نكتب تفاصيل اكتر، تمام؟ يعني انا مثلا كتبت هنا التعريفات الاسئله اللي هي المطلوبه عني، تمام؟ يعتبر انا جبتها. اسمه، تمام، عايش فين، عمره، الطعام المفضل، الهوايات المفضله. ممكن بقى انا ايه ازود من عندي، اقول مثلا he lives in a big house. هو عايش في بيت كبير with a beautiful garden. هو عايش في بيت كبير بحديقة جميلة. تمام كده، دي عند نهاية الجملة. He lives with his dad mom two brothers. And one sister. هو عايش مع بابا ومامته، اتنين اخوات ولاد، واخت واحدة. تمام، ممكن نكتب بقى his dad is a doctor. His mom is a teacher. I love my friend. أنا بحب إيه؟ صديق. تمام؟ كده طلابي الأعزاء نكون كتبنا الباراجراف كامل باستخدام الأسئلة اللي موجودة في كتاب المدرسة exercise 3. تمام؟ وفي نفس الوقت إيه؟ كتبنا حاجات من عندنا. هيبقى هالو ماي نيم از، هالو ماي نيم، ونكتب ايه اسمي. ذيس از ماي بيست فريند، ده صديقي المفضل. واكتب ايه ذيس از ماي بيست فريند. بعد كده هيز اور هير، سواء احنا عامل هيز اور هير، سواء يعني لو بنت او ولد اللي هيكتب. هيز او هير نيم از، واكتب اسمه او اسمها. هي اور شي از 14 ييرز اولد، هي ليفز ان شرقية، هي لافز تشيكن باستا اند فيش وذ رايس، هي لايكس فولي بول اند فوتبول، هي ليفز ان ا بيج هاوس وذ ا بيوتيفول جاردن. He lives with his dad, mom, two brothers, and one sister. His dad is a doctor. His mom is a teacher. I love my friend. وبكده طلاب الأعزاء نكون انتهينا من حل الدرس الخامس من الوحدة الأولى page 76. إن شاء الله هنكمل مع بعض بقية الأسئلة في الفيديوهات القادمة. لو في أي استفسار أو أي سؤال تحت أمركم في أي وقت، ممكن مش شرط تلتزم بالباراجراف ده، لو أنت حابب تكتب باراجراف من عندك وتكتبه في الكومنت، تمام، ونشوفه مع بعض أو نصححه مع بعض، مفيش أي مشكلة. تمام، لو في أي اقتراحات أو أي حاجة لسؤال أو شرح حاجة معينة برضه تحت أمركم. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.